مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر السعيد، وبنهني الامه الاسلاميه قاطبه في جميع بقاع الارض، والتهنئه زي ما بنقول كل يوم من خلال هذا البرنامج الكاس كاسنا للاخوه والزملاء في الوسط الرياضي بالنتائج الطيبه اللي حققتها الانديه السودانيه بوصول 3 انديه لبطوله الكونفدراليه دوري او دوره المجموعات. وفي هذه الحلقة من الكاس كاسنا بزعت كثير جدا إنه يكون ضيوفي واحد من الأندية الأفريقية والعربية اللي وضعت بصمة كبيرة على خارطة الكرة الأفريقية والعربية، ويمكن هو النادي اللي حقق بطولة قارية للسودان من خلال فوزه بكاس الكؤوس الأفريقية عام 89، وكذلك هو أكثر نادي أفريقي مشاركة في البطولات الأفريقية قاطبة. سعيد جدا انه يكون معي داخل الاستوديو الاخوه اعضاء فريق المريخ العاصمي، الفريق زي ما بنقولوا الوهاج او الاحمر الوهاج. انا سعيد انه يكونوا معي، ولكن بعد ان نتابع هذا التقرير ثم نعود لنتعرف على ضيوف هذه الحلقه. لا نلعبوا كره ملعوبه جميله، هي جول يا جميل يا جميل، هذه البينية اللي تضرب عمق الدفاع. قلت لك واسمع كلامي كلمتك واسمع كلامي، همسي ترانيم. كرة برتي بلا جابر، كرة معكوسة والراسية، جول جول من الكوبرا، الكوبرا الميبرية كاتشي أوسونوا، فعلها منذ البداية، فعلها أشعلها منذ البداية. هذه هي الضربة الأولى، هذه هي اللدغة الأولى من الكوبرا النيجيرية. بالفعل كرة على الجهة اليمنى والمرور، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، جول ناتشي أوسونوا، المرعب المرعب في المباراة، يمنح المريخ الضربة الغاضية على بلاتينيوم الثلاثية. الكو أنت البيتشيتشينيوم يا كراتشي أوسونوا، هدف النهاية. شوف الباشا، شوف الولد المتألق في مباراة اليوم، شوف الولد الراقي في مباراة اليوم، والكرة من كراتشي. قلت غير يا كراتشي، غير للباشا، الباشا تفويته ولا أحلى، تفويته ولا أجمل من هذه. مرت من دوبي وكلتشي موجود في المكان والزمان المناسب ليمنح الأحمر تأشيرة العبور. برحب بكم مرة ثانية مشاهدي الأعزاء، وبرحب بضيوفي داخل الاستوديو. وعن شمالي الكابتن محمد موسى، عضو دائرة الكرة. كابتن محمد موسى كل سنة وانت طيب. كل عام وانتم بخير، مرحب بك أستاذ معتصم، ومرحب بسادة المشاهدين، وتهنئتنا موصولة للأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعلى الجميع بالخير والأمن والبركات، وتهنئة خاصة للغبية الحمراء وجمهور نادي المريخ بحلول العيد. أهلا ومرحبا بك، وكل سنة وانت طيب. المدرب العام كابتن إبراهوما، كل سنة وانت طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية بهني الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك عاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، والتهنئة موصولة لأهل القبيلة الحمراء. بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله موعودين إن شاء الله بانتصارات قادمة وقوية، وموعودين إن شاء الله ببركة هذا العيد بالفوز بكأس البطولة الكونفدرالية إن شاء الله بإذن الله تعالى. والكابتن سليمان بشير، مزول المعدات، كل سنة وانت طيب. وانت طيب. أهنئ الشعب السوداني وجميع المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، وخالص التهاني لجماهير نادي المريخ، وأيضا تهنئة لقناة الشروق التي أعتبرها هي جزء من نادي المريخ، أينما حللنا وسافرنا هي معنا. التهنئة موصولة لجميع أفراد نادي قناة الشروق وجميع الأسر المريخية بخير إن شاء الله. أهلا ومرحبا بك كابتن سليمان. وعن يميني كابتن راجع عبد العاطي، كل سنة وانت طيب. مرحبا بك، كل سنة وانت طيب، والشعب السوداني إن شاء الله كله طيب. وفي البداية يعني أنا مبسوط جدا أن أكون بيناتكم،
نحن كمان مبسوطين. الله يخليك ان شاء الله. تفضل كابتن الطاهر الحاج، كل سنه وانت طيب. وانت طيب، ربنا يحقق الامان للشعب السوداني جميعا وبالاخص لي جمهور المريخ، ونوعد ان شاء الله جمهور المريخ في الحلقه القادمه ان شاء الله نكون بكاسنا هنا يعني ان شاء الله. اهلا ومرحبا بك. وكابتن بلا جابر، كل سنه وانت طيب والعيد سعيد. وانت طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في البدايه هني الشعب السوداني بحلول شهر رمضان المعظم، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وهني الشعب جمهور المريخ العظيم، ونقول لهم ان شاء الله وما تنسى العيد ان شاء الله. نعم، العيد يعني باقي كنا اربع لخمس عيد رمضان الاثنين. نعم. افراح معانا ايضا داخل الاستوديو، الفنانه المريخيه افراح عصام، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب استاذ معتصم، وانا حقيقه يعني سعيده جدا لاول مره اكون بين صفوة المريخ، واتمنى اني اكون يعني خفيفه عليكم. اهلا ومرحبا بك، كل سنه وانتم طيبين كلكم. وانت طيبه، ولا بد يعني تحيه للجمهور داخل الاستوديو، ونحن بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وللجمهور اللي بيتابعنا عامه. في بدايه هذه الحلقه ونحن نتكلم عن مسيره الانديه اللي هي الان موجوده في البطوله الكونفدراليه دوري المجموعات، مسيرة المريخ كانت بعد أن تصدر وفاز بالدوري الممتاز في الموسم السابق، ويمكن دي بداية الانطلاقة. وبداية انطلاقتي أنا مع المريخ وحديث هذا اليوم مع كابتن إبراهيم، كابتن إبراهيم، الدوري الممتاز هو كان المدخل للبطولة الكبرى، البطولة الأفريقية، يعني تحدثنا بعد الانتصار بالبطولة الممتاز بعد فترة طويلة من غياب، تأثير هذا الانتصار والبطولة بعد غياب على المريخ وفي مسيرته تجاه البطولة الأندية الأفريقية. حقيقة يمكن هي ما فترة بالمعنى اللي ذكرته، لكن المريخ عادة يعني هو يعني دائما هو في القمة ودائما هو الأول هو الزعيم. حقيقة يمكن الموسم الماضي المريخ حقق بطولة الدوري، والمشاركة كانت في بطولة الأبطال، لكن أنا ما أقدر أقول تعسر، لكن كانت يعني كانت في ظروف كبيرة جدا جدا، من عدد كبير من الإصابات، عدد كبير من المشاركات، عدد كبير من لاعبي المريخ في المنتخب الوطني هو أثر على مشوارنا في البطولة الأفريقية. لكن الحمد لله يعني في فترة التسجيلات الفريق الدعم بعناصر جيدة، والحمد لله نحن في دوري المجموعات في بطولة الكونفدرالية، وإن شاء الله يعني جمهورنا موعود بتقديم أداء رائع، أداء يليق باسم المريخ، خصوصا إنه المريخ من الفرق الكبيرة، من الفرق حققت انتصارات وحققت انتصارات لهذا البلد خارجيا وداخليا. إن شاء الله يعني جمهور المريخ واثق في نجومه، ونحن واثقين في نجومنا إنه حنحقق نتيجة تليق باسم المريخ الكبير، وإن شاء الله نجي نحتفل مع جمهورنا وأخواننا دائما معانا في لجنة التعبئة، نحتفل معهم ونحتفل مع جمهور المريخ في الداخل والخارج، وتكون هديتنا للشعب المريخ وللشعب السوداني بطولة الكونفدرالية بإذن الله، ونحتفل بها في المكان ده برضو إن شاء الله. كابتن محمد موسى، ونحن بنتكلم في ذات الموضوع، وإنت متابع يعني لاعب قديم في المريخ، قدم للمريخ الكثير، إذا تكلمنا عن المريخ ومسيرته دائما في الأبطال، يعني يمكن في كلام كثير جدا بيقولوا انه المريخ دائما بيتعسر في الابطال، انت من خلال مشوارك الكبير في المريخ. وفي البدايه يعني انا ما بعتبر مشاركات المريخ السابقه في الابطال هي يعني زي ما بقول عقده بالنسبه للمريخ، لو تحدثنا عن الابطال يعني لا يوجد فريق في السودان هو يمكن نال له الشرف انه نال بطوله الابطال من قبل يعني. نعم. فهي فرصة كبيرة جدا متاحة بالنسبة للمريخ في المستقبل وفي مقبل الأيام إن شاء الله، إنه كما يعني تفرد بفوز ببطولة الأندية الكؤوس بالمسماها القديم وحاليا هي الكونفدرالية، يمكن الفريق السوداني الوحيد، وهي البطولة الوحيدة كما تفضلت أنت، البطولة الوحيدة القارية حققها المريخ، أيضا فرصة متاحة إنه يخلد اسمه في التاريخ بإنه هو أول فريق إن شاء الله في المستقبل يحقق البطولة، بطولة الأندية الأبطال إن شاء الله. فأنا ما بعتقد إنها هي يعني إشكالية كبيرة، بل بالعكس يعني يمكن المريخ في كل مشاركاته يعني يمكن صادفته يمكن ظروف صعبة شوية كما تفضل كابتن إبراهيم، إصابات، مدرب جديد في توقيت صعب جدا، مشاركة اللاعبين أو عدد كبير من اللاعبين مع المنتخبات المختلفة، فدي كلها عوامل يمكن
أثرت في المريخ في 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 مساره في هذه البطولة. لكن أنا على صغة إن شاء الله وفي مقبل أيام ومستقبل إن شاء الله المريخ هيكون له شأن في هذه البطولة. ودي عادة الفريق البطل دائما، الفريق اللي بيحقق بطولات، والفريق اللي هو أصلا يعني ذاق طعم البطولات من قبل هو المريخ. لو تحدثنا عن البطولات الإقليمية والغارية بمختلف مسميات، المريخ هو يمكن أول فريق حققها، فماشي غريب عن المريخ إنه إن شاء الله حقق نتيجة إيجابية في مقبل أيام في البطولة البطولة الأندية الأبطال إن شاء الله. نعم كابتن إبراهيم عندك تعليق؟ يحفظ اللي إنه أنا داير أقول إنه دائما المريخ يعني أنا ما داير أقول ما محظوظ، لكن طيب الكبير دائما بيقع مع الفرق الكبيرة. نعم. يعني الجرعة دائما ما يعني أصلا بتر يعني مع المريخ دائما بيقع مع الفرق اللي عندها اسم كبير وبتعمل عندها بطولات على المستوى الأفريقي. يمكن الجرعة دائما بتخط المريخ في مواجهات، يعني مثلا مواجهة مازيمبي، مازيمبي من الفرق الكبيرة وكان مرتاح سنة كاملة، إضافة لأنه نحن كنا فاقدين عدد كبير من اللاعبين، إضافة لأنه المنتخب السوداني حرمنا من إعداد 10 لاعبين، هي دي أثرت. نحن وقعنا مع مازيمبي وطلعنا بنتيجة جيدة ونتيجة بشرف رغم الإصابات رغم المشاكل، رغم أنه نحن خشينا كرة مازيمبي ويمكن ما تأمين 18 لاعب، دي من الظروف اللي أثرت. لكن احنا دائما مستعدين مهما كان حجم الفريق ومهما كان الفريق كبير ومهما كان حقق انتصارات في البطولات الأفريقية، المريخ هو دائما كبير دائما. نعم هنمشي وبعد هذا الكلام هنمشي وناخد واحدة من الأغنيات الجميلة مع الفنانة أفراع عصام ثم نعود للنظام. اشتركوا
ثاني مشاهدينا الاعزاء، ونحن نتكلم عن يمكن وصلنا لمراحل متقدمه يعني من خلال البطوله، ولكن اذا رجعنا وتكلمنا عن المريخ والبطولات اللي حققها كابتن بلا جابر، المريخ حقق العديد من البطولات، سيكافا، دبي، الشارقه، كثير من البطولات حقق المريخ، دي كان بتعني لكم شنو انتم لاعبين في المريخ؟ والله يعني البطولات الافريقيه احرزها المريخ ما غريب على المريخ، يعني لانه المريخ تيم كبير، تيم عريق، وتيم يستحق انه مثلا يستحق يعني يشيل بطولات زي الابطال والكونفدراليه وامثال البطولات الكبيره زي نعم. دي كانت دافع لكم، ما خلتكم انتم يعني شويه خايفين انه الفريق الكبير ده بيحقق بطولات لازم تجتهدوا ولازم؟ لا طبعا، الفريق الكبير بيلاقي فريق كبير زيه وبيلعب بمستوى افضل من المستويات اللي بيلعبها مع اي فريق مثلا، حتى ولو كان الفريق مغمور. فالمريخ يعني الحمد لله باذن الله يعني الموسم ده بنحرز فيها، ما اقول لك يعني بنحرز البطوله، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا نحرز البطوله ونهديه لجمهورنا العظيم. يعني كابتن الطاهر، انت من اللاعبين اللي انضموا حديثا، كابتن ابراهيم تحدث عن اضافات جيده للفريق وانها حيكون عندها دور كبير جدا، انا دا اعرف انت منضم حديثا المريخ الفريق الكبير، وحاسيسك ومشاعرك وانك بتلعب في هذا الفريق المعروف على نطاق القاره الافريقيه؟ والله طبعا يعني حاسيس فايق الحد يعني نعم. انك تلعب في تيم مثل المريخ، يعني تيم كبير وله اسمه ومكانته في السودان وفي الغاره الافريقيه. يعني كان في تهيؤ ولا خوف انك انت حتلعب في الفريق الكبير ده، ولا الثقه موجوده؟ والله الخوف في البدايه في، لكن انت وقت تجي تعاصر مجتمع المريخ الخوف بتروح، يعني تندمج مع المجتمع بتكون يعني مع الناس واحد. كابتن راجي، غيابك يمكن طال والجمهور كله بيزعل. راجي عبد العاطي، انا في البدايه بقول الحمد لله على السلامه، وبرضه يمكن نفس السؤال جابر وطاهر، المريخ الفريق الكبير الان وانت خارج الميدان وبتشوف المريخ هو ماضي في البطوله، احساسك ومشاعرك شنو وانت يعني ما مشارك مع اخوتك اللاعبين داخل الميدان؟ والله يا اول حاجه انا يعني بعتذر لجمهور المريخ بصوره خاصه عن غيابي وغيابي طال. وطبعا يعني احساس زي ما بقولوا الواحد بيتالم جدا، هو بعيد من اخوانه وكان نفسه يكون مشارك معهم، فالغدر يعني في الاخر ربنا اراد كده. فالمريخ كبير يعني في الاخر، يعني ما بيتوقف عشان لاعب. نعم. وانت المباراه بتكون متابعه في الاستاد ولا في البيت ولا ما بتشاهد المباراه؟ انا والله بشاهد المباراه، لكن في الاستاد صعبه بالنسبه لي، ما بتقدر بكون متخوف من المباراه يعني بتمنى انه انا اكون معاهم. نعم. بيجيني. ما بتقدر تكون في الاستاد غالبا، يعني في مباريات انا بجيها كثيره وفي مباريات يعني ما بقدر اجيها. نعم. طيب نحن نتواصل معاكم، وكابتن ابراهيم القرعه وقعتكم اول مباراه كانت مع فريق من موزمبيق بل زيمبابوي، القرعه لما يعني اكيد انتم بتكونوا مترقبين القرعه، القرعه دي كانت لكم انتم كجهاز فني شفتوها انها هي فريق اقل منكم مستوى، ولا انتم بتتعاملوا مع القرعه مع اي فريق بالمريخ يعني بالاداء اللي بيلعب معه في اي فريق كان، يعني مع اي فريق كان؟ دائما يعني خطوره القرعه انك انت
انت حجمك. نعم. المريخ فريق كبير, عشان كده مهما كان الفريق اللي بيتعامل معاك بيكون بيحترمك, بيكون حذر جدا منك. فدي من المشاكل اللي احنا قاعدين نقع فيها, انه الفريق بيجي بيتعامل معانا انه قاعد بيلعب مع فريق حقق بطولات خارجيه. الفريق بلاتيني من زيمبابوي, احنا دائما المريخ يعني دائما الفرق اللي بتكون صغيره او الفرق اللي بتشارك لاول مره هي من اخطر الفرق اللي بتكون على المريخ. فنحن كنا متخوفين من الفرق دي, يعني تاريخيا احنا نتائجنا يعني كبيره مع الفرق الكبيره, مع الفرق الصغيره دائما احنا نتائجنا بتكون بي 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 بنتخطاها لكن بنكون متعثرين. لكن فريق بلاتينيوم هو من الفرق الان من اكبر الفرق في زيمبابوي, يمكن هو فريق جديد لكن فريق بيمتلك امكانيات كبيره, يمكن يكون كل النجوم في 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 زيمبابوي هو يعني يتعاقد معها, وفي الفتره الاخيره فريق عنده امكانيات عاليه. عشان كده كنا متخوفين لكن كنا واثقين, ثقتنا كبيره في لاعبيننا لانهم هم متمرسين لعيبه يعني عندهم خبره عاليه, رغم ان كان في نقص كبير. لكن الحمد لله يعني المباراه يعني من اجمل المباريات كانت, هي حققنا نتيجه ايجابيه 2-2 وحققنا نتيجه 3-0 في الأمدرومان في استاد المريخ. فالحمد لله يعني احنا بنحترم كل الفرق اللي بتلعب ضد المريخ, لانه احنا حقيقه عندنا جمهور راغي, جمهور محترم, جمهور بيتعامل معانا بكل ادب واحترام. عشان كده بنقدر جمهورنا, بنقدر نادينا, لانه نادينا ده ادانا كل الاشياء الجميله, ادانا المجد وادانا الشهره وادانا كل الاشياء الحلوه وادانا حب الناس الجميل اللي بتحبنا. عشان كده تقديرنا بيكون اكبر دائما لاي فريق, وتقديرنا بيكون اكبر لاي فريق ونحترم اي خصم ان شاء الله. نعم سليمان, دائما انت سافرت مع المريخ كثير في افريقيا, وبعد الجرعه دائما يعني اكيد في كثير جدا من اللاعبين من الاداريين عندهم خبرات او زاروا المناطق, انت من الناس اللي يمكن زاروا كثير من المناطق. لما الفريق يقع مع فريق محدد من افريقيا, دوركم بيكون شنو انتوا؟ وانت واحد من الناس يمكن عملت مع عديد من المدربين. والله طبعا احنا اذا مثلا التيم وقعت جرعه مع فريق كبير, الواحد يحس بانه يعني في امل انه المريخ يمشي لقدام, لانه في يعني الفترات اللي فاتت المريخ كان بيعاني من الانديه المغموره اللي بتجي. لكن دائما كما عودونا لاعبين المريخ, كل ما يكون في فريق كبير الناس بتحس بانه يعني في تحدي قدامه بتقدر تعمل حاجه. انا دائما انا شخصيا كنت بطمن انه لما نقول المريخ وقع, يعني كنت متفائل ومطمن جدا انه المريخ وقع مع زيمبي, رغم انه الناس كلها كانت متوجسه وخايفه. نعم. انا كنت يعني فخور انه المريخ حيلاقي مع زيمبي فريق كبير, يعني بوريك انت كمريخابي دائما بتكون فخور المريخ اذا هو مثلا تيم كبير لمن يؤدي اداء كويس مع مازيمبي. بتحس حتى المريخ لو ما تاهل انا كنت رضيان, لانه الناس اشتغلت يعني بطريقه انا كنت فخور. حتى الاجوان اللي جات فينا جات من اخطاء يعني فرديه ما كتنظيم او كحاجه, والواحد ما بيحب يخوض في الحاجات الفنيه دي. لكن دائما المريخ لما يواجه فريق كبير ارحم مما يواجه فريق نعم مستوى اقل. كابتن سليمان, انت كنت قريب من المدربين الاجانب اللي عملوا في السودان في المريخ. الأول حاجة اللي هي بيعملوها شنو لما الجرعة تحصل وتكون مع أي فريق من الفرق يعني؟ والله طبعا الأجانب دي الحاجة اللي فيهم إن هم يعني منضبطين, ما بخلوا حاجة للظروف. نعم. ف يعني أنا أشكر أي مدرب أجنبي اشتغلت معه من بداية من كريس ولكروجر ولأوتوفيستر, لأنه اتعلمت منهم الكثير, ادوني يعني شيء كثير في تكوين شخصيتي. نعم. في الديسيبلين بتاعي. فناس منظمين ما بخلوا حاجه للظروف, يعني الواحد مما يعرف انه مثلا عنده كوره بيحاول, بالذات ناس كروجر ديل يحاول يجيبوا شرايط الفريق بوسط اخونا عبد الباقي شيخ ادريس, وهنيه من هنا برضه كان بيبذل مجهودات كبيره في مساعده المدربين الاجانب. فمش حتى في المباريات اول قرعه اول اشي اللي بيحصل. نعم. حتى في برنامجنا اليومي بالذات الالمان ديل يعني ما بخلوك انت عايم او ما عارف حاجه, هو خلوك للظروف يعني. ما بخلوك للظروف. مثلا الليله احنا عندنا تمرين الساعه 7. نعم. من الساعه 3 انا بكون عارف هم برنامجهم شنو الليله وهم محتاجين شنو. فده يعني سهل لنا انه احنا كيف نتعامل معاهم ونتعلم منهم الكثير. نعم. طيب افراح الفنانه المريخيه المعروفه, انت بتتابعي المريخ من خلال الصحف من خلال التلفزيون ولا بس انت مريخابيه وبتقولي مريخابيه وبس؟ والله طبعا انا من اسره مريخ,
رخابية شديد. نعم. أحيي الوالدة أمي، أنا متعصبة شديد ويعني صلاة وكذا ويا الله وشنو بتكون كذا في حالة بتاعت رعب يعني، لكن أنا ما متعصبة. ما متعصبة. خالص. نعم. لأنه الحادي غالبه مغلوب. مغلوب يعني أنت مثلاً أي يعني ممكن أنت تقوم تزعل، لكن من الناس اللي ممكن يعني يسيطر عليه أو الحب يتم حاجة مختلفة من إنك أنت مثلاً يعني تخلي يعني في ناس كده مثلاً متعصبين ما بياكلوا ما بيشربوا وخلاص. أنت بتاكلي وبتشربي؟ لا أي حاجة برا يعني. نعم. فحقيقة ما بحب أحضر الكورة لأنه بكون. ما بتدخل الاستاد؟ عايشة لا دخلتها كثير. نعم. أكثر من 4 مرات أو يعني أو 6 مرات والله. نعم. لكن حتى في البيت بكون كده قاعدة على متوترة أعصابي لأنه كده يعني فيها يعني في رعب. نعم. لا ما هيش يعني زي كده يعني حتى أنتوا بتكونوا حاسين بيكون أعصابكم كده بايظة. أنا نعم. بتكلم حتى لو غلبونا أنا ما بزعل يعني كده. بتزعل الحين ما بتشنج يعني تحضر الكورة مش بتكون متوترة ما بتقدر تحضرها؟ أي ما بقدر. ده تعصب. لا لكن صح ولا ما صح؟ ده تعصب ذاته. ده تعصب ذاته. نعم. ما بتحمل يعني بس بقدر من كده. لكن حقيقة أنا يعني فخورة يعني من الصفوة وبكون يعني سعيدة ما أنا أكون يعني في حضرتهم وأتمنى إني يعني أمثلهم يعني بشكل كويس أتمنى. نحن بنحييك وحنسمع واحدة من أغنياتك الجميلة ونرجع تاني مشاهدي الأعزاء عشان ما نتواصل مع وجهة نظر.
على الاغنيه الجميله الرائعه والتفاعل الجميل الرائع من اعضاء فريق المريخ. وانا قبل ما امشي لابراهوما حامشي لبلا بلا جابر. نحن ماشيين لمازيمبي كنغولي، ويمكن تابعت في الصحف والناس بتتكلم مازيمبي مازيمبي مازيمبي. احساسك شنو كان وانتوا حتلعبوا مع مازيمبي كنغولي؟ والله يعني دي ما اول كوره نحن نلعبها مع مازيمبي. يمكن مازيمبي لعبنا معهم في سيكافا اللي هو كان منظمها نادي المريخ، فحتى نفوزنا عليهم 2-1 ولعبنا في المباراه يعني بمستوى جيد، مستوى افضل من مازيمبي، مع انه مازيمبي يعني في السنه اللي جا شاركوا معنا في البطوله بتاع سيكافا فقاموا مش احرزوا بطوله ابطال افريقيا، فعدوا نفسهم تمام يعني من سيكافا. ف يعني دي المباراه الاولى اللي لعبناها مع مازيمبي، ومشينا المباراه الثانيه اللي لعبناها مع مازيمبي هناك، والحمد لله يعني مازيمبي فريق كبير، فريق عريق، فريق صاحب بطولات. فنحن لما ماشيين لمازيمبي ما ماشيين انه مثلا مرعوبين من مازيمبي، لانه مازيمبي فريق كبير، نحن برضه يعني فريق كبير. فاللعيبه لعيبه المريخ كلهم يعني حتى المحترفين في المريخ كلهم محترفين على مستوى، وحتى اللعيبه الوطنيين يعني اللعيبه كلهم يعني وطنيين بيلعبوا في المنتخب، وبجد ما كنا مرعوبين منهم. نحن شايفينك في المباريات يعني بتحس اللاعبين جوا، يعني انت عندك دور ثاني غير انك غير الدور الفني؟ لا طبعا يعني لازم يعني حتى لو بقى مثلا انا بقول يمكن يعني الحاجات اللي بقوم بها انا في الملعب لما يكون فيصل ما في، يعني بقوم بها انا كزول مثلا لي يمكن 3 أو 4 سنين في النادي، والحمد لله انا عاصرت لعيبه كتار امثال فيصل وريتشار ومعز وديل كلهم، وحتى الساده ديل كلهم لعيبه انا عاصرتهم في الملاعب وقعدت تمام ولعبت تمام في المنتخبات. فهذيل يعني انا اخذت منهم خبره، يعني خبره انه مثلا الواحد لما يكون في الميدان بيعرف يقود اخوانه كيف. يعني انه مثلا يعني مازيمبي ما فريق يعني كبير عشان ما تخاف منه ولا اي حاجه، لعيبه زينا يعني كلنا نمدوا رجلين ممكن نغلبهم عادي جدا زي ما غلبناهم في الخرطوم. هذا لكن بس الحمد لله يعني يمكن غلبونا بجمهورنا يعني ما غلبونا كوره كده يعني يمكن بسبب احساسك القوي ده ما بعرضك للكروت؟ يعني الناس بتقول عندك كروت كثيره. اي ما عارف يعني لا يمكن عادي جدا. لا والله انا اقول لك حاجه، الكروت دي ما قاعد اخذها الا في السودان. الا في السودان برا ما بتاخذ كروت؟ لا نهائي طبعا، ديلاك ناس حكام عارفين اللعب الافريقي. نعم انا بلعب لعب افريقي. نعم فانا يعني بلعب اي انا ما ادري يعني ما ادري اقول مثلا حكامنا هنا يعني مثلا بيظلموني ولا حاجه زي دي، احتمال بعض مرات انا بخطا يعني بتشنج في اللعب وبلعب بعنف، يمكن احتمال اكثر من زايد.
لكن ما بكون قاصد حاجة يعني. نعم. زي مثلا تلقى جزء كبير من الناس يجي يقول لك بلا جوز وبلا ما تعرف ليك شنو. والله هنا الألغابة زي دي. نعم. لكن الحاجة دي انت عارفها يعني؟ ها؟ بلا جوز دي قاعد تقرأها وتستس... قاعد والله لو ما قريتها بس ما من الناس الواحد من يعني أنا اسمي بلا جابر يجي يقول لك بلا جوز. زي ما تقول عليهم شنو؟ فعرفت إنه أنا بلا جوز و... نعم. يعني ما عندها تأثير عليك؟ لا عادي جدا يعني بسمعها كثير واكثر من كده قاعد نسمعها يعني. انا ممكن اقول لك عادي جدا. انا رايك واشكرك باللي جابر وكابتن ابراهيم ما زين بفريق كبير وعريق وهو يعني حقق بطولات وعنده لاعبين يعني اكيد عندهم قدرات عاليه جدا بصدر لاعبين لاوروبا. لما الانتصاركم حققتوه في المرحله الاولى وانتقلتوا للمرحله الثانيه وحتقابلوا مازين بي صراحه احساسكم كجهاز فني؟ اول حاجه كانت احنا عندنا يعني زي ما ذكرت انه عندنا مشاكل كام من الاصابات اضافه لانه احنا برضه بنعاني في مشاكل كبيره جدا جدا انه الدوري بتاعنا في السودان عكس كل الدوريات اللي في العالم وفي افريقيا. نعم. يعني الناس كنت يتوقفوا احنا بنكون بدينا فنحن بتكون عندنا مشكله حقيقيه بتاعت الاعداد فحتى لو ما عندنا اعداد لان الفرق كلها حتى لو تجي فريق من برا ما بتلقى فرق بدت فنحن بنبدا عكس الناس والناس بينتهوا نحن بنبدا. نعم. فدي كانت برضه من المشاكل اللي احنا واجهتكم عانينا منها لكن احنا يعني انا شخصيا على المستوى الشخصي كنت سعيد جدا انه حنلعب ضد مازيمبي فريق كبير انا عارف انه يعني لعبتي دائما لما يلعبوا ما بتحس بوجودهم الا قدام الفرق الكبيره نعم. بيلعبوا بيروح رغم انه يعني رغم النقص لكن كنا متفائلين وكنا متاكدين رغم انه كانت هناك يعني كانت في معاناه هناك في فترات لكن كنا واثقين انه لعيبتنا دي حيأدوا وحيقدموا مباراه كبيره جدا جدا رغم انه كان عندنا نقص في خط الدفاع عندنا نقص في كل الخطوط لكن ثقتنا كانت كبيره في 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 نجومنا وادوا اداء يعني اداء جيد جدا يمكن الاخطاء اخطاء بسيطه يمكن الخبره لعبت دور كبير في بعض الاخطاء لكن الحمد لله انه احنا يعني قدرنا انه نوري يعني نعكس وجه مشرق للمريخ وورينا انه الزعيم زعيم والكبير كبير دائما في المباريات الكبيره والحمد لله يعني كانت تجربه مفيده لنا والمريخ حيستفيد منها في في الفتره الجايه ان شاء الله ودي انطلاقه حقيقيه كانت لنجومنا انه يتاهلوا لدوري الثمانية في بطولة الكونفدرالية. نعم. محمد موسى انت لاعب كبير وخبير احساس اللاعبين شنو دائما بيكون في مواجهات زي دي؟ ما يعني انت تكلمت مع بلا ومع ابراهيم وابراهيم برضه يعني كابتننا ولاعب من اللاعبين اللي عاصروا الملاعب الافريقية والعربية يعني هو طبعا شعور بالنسبة للاعب انت بتلعب قدام جمهور وقدام فريق كبير كمازيمبي او الاهلي المصري او الزمالك او الترجي التونسي هو شعور مختلف تماما شعور انك انت بتمثل المريخ وبتمثل الوطن في المقام الاول فهو شعور طبعا جميل جدا واللاعب يعني حتى بالنسبه لبعض اللاعبين هو دافع وحافز ان الواحد يبرز اكثر ويحترف خارجيا فهي الدوافع كثيره جدا في مثل هذه المباريات اضافه لذلك هو يعني كل ما يتاهل لمرحله هو يمكن اضافه بالنسبه لك في السي في بتاعك وفي في 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 مسيرتك الرياضيه فالدوافع كثيره جدا في مثل هذه المباريات اللي هي انت بتكون فيها بتمثل يعني نادي بحجم المريخ وبحجم القاعده الكبيره للمريخ فشعور يعني لا يوصف يعني نعم هي حقيقه لما نتكلم عن مازيمبي ما بنتكلم عن مازيمبي كنادي نتكلم عن مازيمبي كمرحله من مراحل اللي وصلها نادي المريخ ومرحله هامه جدا لانه احساس اللاعب لما يكون لاعب مع فريق كبير ما زي لما يكون لاعب مع فريق اقل قيمه لانه في السودان كثير من الصحف كتبت وكثير من الناس تكلموا عن انه المريخ حيخرج لانه مازيمبي هو الفريق الصعب وهو الفريق اللي حقق البطولات عشان كده احنا بنتكلم في هذا المحور وضروري جدا نتكلم في النقطه دي لان عندها تاثير يا كابتن ابراهيم على مسيره الفريق هو بس بدون مقاطعه لك انا ابراهيم نعم ابراهيم انا عايز اتكلم عن مازيمبي هو مازيمبي يمكن تاريخيا هو ما اكبر من المريخ بمعنى مازيمبي يمكن حقق بطولاته في السنوات الاخيره يعني في فتره الفئه الثانيه لكن ليه الهلع والخوف؟ انا جايك المريخ يمكن هو السباق في البطولات الافريقيه يعني مازيمبي يمكن اول بطوله حرزها في 2000 وحاجه يعني فالمريخ هو يمكن بطوله كاس الكوس هي في 89 المريخ اسم اكبر من مازيمبي
لكن مازني في السنوات الأخيرة يمكن فريق تطور كثيرا وأحرز بطولات في الفترة في الألفية الثانية كما ذكرت، إضافة لذلك تمثيله للغارة في بطولة العالم للأندية برضو يمكن أدته بوش كبير جدا، فأصبح فريق يمكن هو إضافة للإمكانيات المالية الكبيرة جدا بملك النادي، فيمكن هو أصبح بعبع مخيف بالنسبة لكل الأندية الموجودة في الغارة الأفريقية، يعني ما المريخ يعني لوحده. فأنا أفتكر أنه لو تكلمنا عن السباق في احراز البطولات هو المريخ، لكن حاليا هو برضو يعني احنا نرفع الغبة على مازيمبي باعتبار انه نادي قدر يطور نفسه ويحرز بطولات في الفتره الاخيره، فلذلك يمكن بتاتي اهميه مباراه مازيمبي دائما امام المريخ. كابتن انا لو سمحت لي بس الاتحادات بيساعد انديتها، يعني لو جينا مسكنا مازيمبي بنلقاه والكشف في البطوله المحليه هو 45 لاعب، في السودان 25 لاعب. لو جينا مسكنا عدد اللاعب المحترفين الاجانب في 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 مازيمبي بنلقاهم 15 لاعب. احنا بكون مسموح لنا بعدد معين. الدول الثانيه بتساعد وتجتهد انه فريق يحقق بطولات، اضافه لانه كل الفرق الكبيره، مازيمبي اتهزم من المريخ، الاهلي القاهري اتهزم والظروف ساعدته، النجم الساحلي، الترجي، كل الزمالك، كل الفرق الكبيره دي اللي حققت بطولات على المستوى الافريقي هو المريخ، كان هو الاكبر وكان هو حقق نتائج ايجابيه. طيب نحن قبل ما نمشي لخطوه ثانيه من الخطوات اللي حققها فريق المريخ نمشي ونسمع واحده من الاغنيات ثم نعود لنتواصل. يا ابني يا جر الكلام ولا لا استغرب
مرة ثانية بنحييكم حي الفنانة أفراح، وبنرجع وبنتابع كابتن راجع عبد العاطي. يعني يمكن المريخ بعد المباراة مازيمبي وهبوطه للكونفدرالية، الكونفدرالية يعني بتفتكروا إن هي بتقلل من قيمة الفريق اللي بيلعب فيها؟ يعني كثيرين جدا هي حقيقة من حيث المستوى، البطولة الأولى بطولة الأبطال والبطولة الكونفدرالية، أنتوا كلاعبين لما تنزلوا للكونفدرالية بتأثر عليكم نفسيا؟ والله يا أخي هو الكونفدرالية ما المطلوب، المطلوب الأبطال في البداية، ولكن بس يعني كل العوامل ما ساعدت المريخ إنه يقوم يتأهل في مباراة مازيمبي. فالمريخ يعني انتوا بتتأثروا بنزولكم؟ والله في البداية أول ما يعني خلاص يعني نطلع من الأبطال بيكون في تأثير نفسي، لكن في الآخر يعني ده شغلنا زي ما بيقولوا. الواحد يعني بيعيش في الوضع اللي هو يعني مستمر في الكونفدرالية يعني. نعم. بل جابر وانتوا في الكونفدرالية بعد ما هبطتوا، والناس بتتكلم كثير جدا ان المريخ هو بيحب الكونفدرالية ودائما في الكونفدرالية، بتجتمعوا كلاعبين ولا بكون عندكم راي؟ والله نحن بعد ما خرجنا من الأبطال فقعدنا كده نحن كلنا كلاعبة، وإذا حدنا إنه زي ما خرجنا نحن من الأبطال لازم نعود جمهورنا يعني ببطولة إن شاء الله ولو زي بطولة الكونفدرالية. نعم. فاجتمعنا كلنا كلاعبة الحمد لله يعني، وما في زول خيب ظن الثاني، فالحمد لله لعبنا مع فريق الجنوب أفريقي، وإذا حنا لدوري المجموعات اللي هو دوري الثمانية، والحمد لله لعبنا الكورة الأولى يعني مع انتر كلوب، ورغم إنه النتيجة ما كان يعني كده يعني يقول على النتيجة دايرين يعني مرضية يعني الحمد لله غلبنا واحد، لكن ده ما النتيجة أصلا كان دايرين جمهورنا يعني. زي ما كان مثلا 2007 كنا نغلب في في المجموعات كنا نغلب 4 و5 و6، فكان جمهورنا يعني متعطش للأجوان. نعم. لكن قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله يعني، وإن شاء الله بإذن الله يعني. المهم النقاط في هذه. أيوة. نعم. الحمد لله. نعم. طبعا معك في قصد إنه يعني في سؤالك بتاع إنه الكونفدرالية بتقلل من الفريق. نعم. لسبب واحد. سؤال الشارع. طبعا هاي طبعا ده كلام يعني دي بطولة كبيرة جدا. نعم. أنت بتتحدث عن بطولتين. لو تحدثنا عن البطولة الأولى أبطال والكونفدرالية الثانية، نحن كسودان البطولة دي حققناها 200 مرة واحدة في تاريخ 89 لحد الآن ما في فريق حقق البطولة دي، فهي هي بطولة كبيرة يعني تقلل ما بتقلل من شأن الفريق، بالعكس هي أنا بعتبرها من أكبر بطولتين في للاتحاد الأفريقي يعني، فهي بطولة كبيرة جدا، وبطولة بالعكس يعني هي يعني بتدي الفريق اللي بتأهله يعني. لو تحدثنا عن أهل شندي حاليا يعني دي نقلة كبيرة جدا في مسيرة أهل شندي، فريق من لأول مرة شارك في هذه البطولة يضعد الممتاز شارك في البطولة كبيرة جدا بتديك كثير جدا وبتخلي اسمك في التاريخ يعني. نعم. كابتن إبراهيم الكونفدرالية ويعني فريق الجنوب أفريقي، وجنوب أفريقيا معروفة متطورة كثير جدا في البطولة في القارة الأفريقية. حقيقة طبعا جمهور المريخ متخوف لأنه النتيجة يعني بعد يعني ما اطمأن وباله ارتاح يتفاجأ في أقل من دقيقتين. نعم. إنه الفريق ده يعني أحرز هدفين والناس كان متخوفة إنه يعني هي طبعا نتيجة مخيفة إنه فارق هدف واحد ممكن يطلع المريخ من البطولة، لكن الحمد لله يعني إحنا ممكن أنا أي دول تناقشت معاه. نعم. كنا واثقين إنه حنتأهل. نعم. واثقين لأنه يعني اللعيبة اللي قدروا يجيبوا 3 أجوان ديل قادرين إنه هم يحافظوا أنهية المباراة يعني، حتى المباراة شكلها يمكن المريخ الشوط الأول قدم من أفضل الأشواط في البطولة الأفريقية وأدى أداء كبير، لأنه يعني أنا أفتكر إنه لعيبة المريخ ديل هم محتاجين لدفع معنوي، محتاجين لثقة، محتاجين للتعامل خاص على حسب نفسياتهم. جمهور المريخ مرات هو بيدي الدفعة دي، لكن برضو لعبتنا عندهم إحساس بيحسوا برضو بالألم بتاع جمهور المريخ، فهي دي بتأثر، لكن إحنا كنا واثقين. نعم. واثقين لدرجة إنه يعني أعلننا إنه قبل المباراة وما في زول صدقنا إنه إحنا حنتأهل. نعم. لأنه القدرات إمكانيات لعبتنا هم قادرين إنه يحققوا نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا. نعم. إحنا قبل ما نمشي لقدام يعني كثيرين جدا بلا وكلهم يتكلموا قالوا إبراهيم أكثر زول يعني متكيف جدا إنه 3 أندية سودانية يعني ما حتركب طيارة، الكلام ده حقيقي؟
أول حاجة أنا حقيقة أخاف من الطيارة. نعم. لكن في النهاية بتوكل طبعاً يعني بتوكل أركب لأنه في النهاية ده المريخ. نعم. يعني. عشانه تعمل. لكن لو حاجة غير المريخ ما بركب الطيارة صراحة. نعم. نعم موسى. يعني أنا بخاف وأي شيء لكن. الشيء اللي خلاك تخاف شنو المشكلة شنو؟ أساساً في فوبيا من السبب شنو كان؟ لا ما ما ما, ما الخوف ده يعني ما في منطق بخلي يعني. مكنة ومحركات الطيارة تطلع الجو يعني لازم أخاف يعني ما في زلمة أخاف من الطيارة. نعم. لكن طبعاً في سبيل المريخ أي شيء بهون. الشباب ده شايفينك راجي سافرت كثير مع إبراهيم. كثير. اللي بيحصل شنو؟ لا إبراهيم ده عنده مخدة كده صغيرة. بيشيلها معه ولا بيدخل الطيارة؟ لا بيشيلها معه دائماً. ها؟ بيدخلها في كله. معقولة؟ المخدة ذاتها؟ المخدة كلها. نعم. أنتوا بتكونوا جنبه دائماً. جنبه أنا ما هو برا بعدينك يعني سليمان ده. نعم. بس الحمد لله يعني. برضه نفس الحكاية. ده؟ نعم. الحمد لله. طبعاً هو برضه يعني أخوف من قدس إبراهيم يعني طبعاً. برضه أنت لو حاولت تتكلم حتلقى الناس أغلبها. كلها بتخاف. طيار لكن إبراهيم الوحيد اللي هو بيصير خوفه. نعم. لا اسمع انا قاعد اقرا قران بس في الطيارة. والمخدة وين؟ بتقرا كيف المخدة جوا ولا؟ لا 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 هذا هي رحلتنا الأخيرة. انا احكي لك حاجة. نعم. عشان هم كلهم بيخافوا. مرة نحن مسافرين لاعبين في زيمبابوي 2008 كان في مطر وهواء شديد. فقاموا الطيارة اظن الحجز فيه مشكلة فقمنا بطيارة خاصة عشان نحصل الأسيوبية الساعة 9:30. نعم. عشان نمشي طوالي بس حننزل حنركب الأسيوبية نمشي زيمبابوي. الطيارة صغيرة جدا. أنا قلت يا جماعة الطيارة دي ما بتمشي. قام قال لي يا أخي قلت لهم الطيارة صغيرة. المهم الطيارة دي بس ركبنا والطيارة قامت. أنت كنت ما داير تمشي بس يعني داير تعجزهم. لا ما في طريقة حركب بس المهم الطيارة شفتها قامت بتمشي فوق وبتجي نازلة. نعم. بتمشي فوق وبتجي نازلة. أنا في النهاية يعني احساس انه الطياره دي واقعه قلت كنت واقعه اخير واحد فيك الحزام ده يبقى ساهي ومسك المصحف قوي يقع فيه يعني فطير طبعا خاصه قمت انا شلت المصحف ورقدت في الممر قلت خلاص ميتين بعد شويه بدوا يضحكوا بعد شويه لقيت الناس دي كلها بتكوري فقمت لسليمان يا اخي سليمان ده كان برضه قام كوره قمت قلت له انت بتخاف؟ قال لي يا اخو في شيء زيك بخاف منك انت ده فكلهم بيخافوا من الطياره يعني حقيقي لكن طبعا في النهايه والله عشان المريخ بس نعم افراح الطيران عندك معه مشكله ولا بتسافري عادي؟ الطيران عندك معه مشكله ولا بتسافري عادي؟ لا عادي يعني ما في خوف بس في الهبوط شويه بكون الهبوط ولا الصعود؟ هبوط غطى نظام غطى بالنسبة لي لأنه بحيث يعني بحيث إنه أنا راسي حيتكسر كده ولا في بكون في إحساس كده زي ده نعم نعم يا بلا عموما يعني حاجة غير عادية نعم بلا يعني أنا كنت حقيقة ما متوقع إنك بتخاف داخل الطيارة من خلال شراستك داخل الميدان طبعا يعني ولا دبرة دبرة لا يعني أنا إذا قلت لك إنه يا أخي أنا ما قاعد أخاف الطيارة بكون كذبت عليك فما في زول يعني بيكون راكب الطيارة ما بيخاف نعم فأنا والله بجد يعني بكون خايف اي حاجه لكن برضه بصبر روحي يعني بحاجات كثيره نعم الواحد بيكون مثلا بدنقر ما شايل المخده لا المخده دي الحاجات دي ما حقتك نعم المخده بس حقت ابراهيم الطاهر سافرت كثير مع الاولمبي ما عندك مشكله مع الطيران لا ما عندي مشكله مع الطيران بتفتكر الخوف ده بيشل اللاعب لما ينزل ولا مجرد ما ينزل والله مجرد ما انك تنزل خلاص الضحك والونسه انك بتتذكر كنت فوق وحسي تحت نعم يعني بتنسى ما بتنسى من انك قاعد في كان الطياره فيها مضبات وكده جاي نعم. من لوسوتو كره المنتخب نعم ماشيين انا وقلق وبلة قدامنا الطياره كان في مضبات يعني شديده كده وبلة كان قدامنا يعني انا وقلق قاعدين وراه بلا ماسك الكرسي اللي قدامه نعم ويعني نازل تحت الكرسي ما قادر يتحرك خايف ما قادر يتكلم قلق يقول لي عين بلا تحت في الواطة شيطان فوق هنا ما عنده هي هنا ده يقول لك صعبه خلاص يعني ما طيارة تعمل كده ولا كده طيارة تمشي فوق بتجي هذا طارت تمشي صعبه خلاص نعم بلا انت بتحب تكون راكب جنب منه
والله طبعا الزول ما بخاف يعني ولا بتحب زول يخوف يكون خايف زي؟ لا لا طبعا انا بدري يعني اكثر حاجه كنت بحب اقعد معه انا هني في الغرفه ذاتي بقعد مع مجاهد محمد الله. نعم المجاهد الان ما في مجاهد ما في فمجاهد انا اكثر زول بقعد معه في الغرفه في الطياره برضه بقعد معه. نعم فلقيت مجاهد يعني انا ما كنت بخاف نهائي والله صراحه ما كنت بخاف من الطياره لكن سبب خوف يمكن مجاهد. نعم لانه مجاهد بيصرخ اي 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 وي بطريقه كده بيخليك كده يعني انت لازم تخاف من الوقت ده بقيت لا بقعد جنبه لا بقعد معه في الغرفه. نعم. ولا عندي معه جاهز. مجاهد بيخاف خواف شديد يعني انا بتذكر سافرت معاهم الراحل داهور جسمان يعني انا ركبت جنب مجاهد وفعلا يمكن حصل نفس الاشياء. وانا واحد ايضا بخاف من ركوب الطيارات. نحن قبل ما نواصل افراح واحده من الاغنيات الجميله الرائعه نتابع مع بعض ثم نعود لنتواصل.
زي ما قال كابتن محمد موسى وكابتن ابراهيم، ادوار كبيره جدا الناس كلها شايفاها ومشاهداها. وبحيي كل اللي كانوا معي داخل هذا الاستوديو، وجمهور الفنانه افراح، كابتن بلة، كابتن الطاهر، كابتن راجي، كابتن ابراهيم، محمد موسى وسليمان. ونتمنى في ختام هذه الحلقه ان يكون الكاس لواحد من الانديه الثلاثه، الهلال او اهلي شندي او المريخ، وبعدها لا يهم اطلاقا من سيفوز بالكاس. وحتى نلتقي في حلقه اخرى مشاهدي الاعزاء، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد.